كل شيء جاهز، كل شيء في بوابة الانطلاق، واللحظة تنطلق المباراة، الحدث، المباراة المرتقبة. نتمنى نستمتع بماتش من أعلى طراز. هذه هي تشكيلة أصحاب الأرض، واضح من الرسم التكتيكي أنه يلعب أربعة في الدفاع، أربعة في الوسط، اثنين في الهجوم. لا زال الامتلاك بالكرة إلى الأمام، مسافة طويلة يقطعها. ميروسلاف كلوس، مواجهة كبيرة جدا من أجل الكرة. دانييلي دي روسي، رؤية وتمركز رائعين من اللاعب لاعتراض الكرة وافتكاكها. تركيز مميز والدفاع يقطع الكرة. كلاوديو ماركيزيو، المحاولة بدأت بامتياز، كرة منظمة وسريعة، ولكن في الأخير افتكت منهم الكرة. لقب ذهب جريزمان، كرة لا يصل إليها الهجوم. الكرة معهم الآن في نصف الملعب. دانييلي دي روسي، لا مكان للوصول لحارس المرمى، المدافع ممتاز. يركض في وقت مبكر والتسلل واضح، عامل خيمة بلوك.